إنها لحظة اعتراف وعرفان بالجميل، هي لحظة التوقيع على مسار مهني لنساء ورجال خدمنا المنظومة التربوية بكل تفاني هذه السنوات التي قد تتجاوز 30 سنة وقد تصل إلى 40 سنة، هي مسار حياة. أود بهذه المناسبة أن أتقدم لكم وأن أتقدم لكم بجزيل الشكر على كل المجهودات المبذولة وعلى تربية الأجيال، لأننا في منظومة التربية والتكوين نحن نصنع الإنسان، وهامش الخطأ في صناعة الإنسان غير مسموح به بحال قطاعات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الحطاب، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بأسفي. اليوم كما تتبعتم في لحظة عرفان واعتراف، في لحظة توقيع على مسارات مهنية متميزة، تم تكريم مجموعة من الأستاذات والأساتذة والأطر الإدارية بالمديرية الإقليمية بمناسبة الإحالة ديالهم عن التقاعد حد السن أو التقاعد نسبي. هذا المحطة بطبيعة الحال وهذا التكريم عرف واحد الزيارة متميزة السيد عامل إقليم أسفي بطبيعة الحال اللي كتعطينا إشارة قوية على الاهتمام الذي يليه عامل صاحب الجلالة على إقليم أسفي لمنظومة التربية والتكوين. بطبيعة الحال هذه الزيارة غتبقى للتاريخ، لأن الآن يعني التكريم وبحضور السيد العامل والوفد المرافق له غتعطينا إشارات قوية وتعطينا بطبيعة الحال طاقة إيجابية على بذل المزيد من الجهود باش إن شاء الله يعني نرتقي بمنظومة التربية والتكوين، خصوصا وأن المنظومة الآن تعيش على إيقاع الإصلاح، تعيش على إيقاع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51/17. وكما تعلمون أننا كذلك يعني نظمنا اللقاء الترابي برئاسة السيد العامل، لقاء ترابي للمشاورات الوطنية، باش إن شاء الله نشتغلوا على أساس أننا يعني غاديين في المسار ديال الجودة والارتقاء بالجودة ومدرسة يعني ذو جودة للجميع. بهذه المناسبة نبغي كذلك نتوجه بالشكر للتضامن الجامعي ومختلف الشركاء على تنظيم هذا الحفل البهيج، وكذلك بالنسبة للمحتفى بهم والمحتفى بهن نبغي نتمنى لهم دوام الصحة والعافية، وما هي إلا نهاية مسار مهني وبداية مسار إن شاء الله مع الأسر ديالهم، وتكون إن شاء الله يعني الصحة والعافية. وكنبغي نشكرهم يعني كل باسمه وصفته على كل المجهودات المبذولة في تربية الأجيال، فنكرا الذات في العمل بكل جدية باش تكون عندنا إن شاء الله يعني المنظومة التربوية تكون الحمد لله هي بألف خير، وباش نوقعوا بطبيعة الحال على أجيال اللي غادي تخرج واللي غادي تاخذ إن شاء الله المشعل في الغد القريب. وبطبيعة الحال هذه المناسبة هذه كتعطينا كذلك نحن يعني كأطر إدارية وتربوية ولازلنا عاملين بالمنظومة التربوية واحد الطاقة اللي هي إيجابية وشحنة إيجابية باش نشتغلوا، خصوصا الآن أن المنظومة التربوية على أبواب امتحانات إشهادية. نتمنى إن شاء الله بتضافر الجهود أن المخرجات ديال هذه السنة إن شاء الله تكون مخرجات جيدة. وفي نهاية الكلمة ديالي نبغي نعاود نجدد الشكر للسيد العامل الإقليم على هذه اللحظة التاريخية
يعني في المسار ديال المنظومه بالاقليم والحضور ديالو لهذا التكريم هذا وهذا الشريف. وشكرا لكم ايضا انتم كمنابر اعلاميه على التتبع ديالكم الدقيق لكل صغيره وكبيره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شاكر الخي الكاتب الاقليمي للتضامن الجامعي المغربي باسفي. كما كتعرفوا فهذه منظمه للعمر ديالها يزيد عن 8 عقود ونيف 88 سنه من خدمه نساء ورجال التعليم على المستوى التقطير، على المستوى الدفاع عنه امام المحاكم الاداريه والعاديه، وكذلك الجانب الاجتماعي. على مستوى الجانب الاجتماعي فاليوم كنا على موعد مع حفل بهيج كرمنا من خلاله تلة من خيره نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بحضور وازن لمراسلات ومراسلي تضامن الجامعي المغربي، كذلك لعدد هائل لمديري ومديرات مؤسسة تعليمية، وكذلك هذا اللقاء اللي عرف حضور نسجله أو نتمنه كتضامن الجامعي المغربي، وهو الحضور الفعلي للسيد عامل الإقليم صاحب الجلالة بأسفي مرفوقا بوفد رفيع المستوى. وهذه البادرة لقات استحسان نساء ورجال التعليم بالإقليم لكي تمن كما قلت ثقافة الاعتراف، اعتراف بالمجهودات الجسام اللي كيقوم بها نساء ورجال التعليم. كما كنعرفوا في المنظومة التربوية فهي قطب الراحة لأي إصلاح مجتمعي منشود. ملي كنهضوا بالمدرسة العمومية وفي صلبها نساء ورجال التعليم ففي الآن ذاته فنطلع بمهمة إصلاح المجتمع، فلا إصلاح منشود للمجتمع كما قلت دون الاهتمام المعنوي والمادي بنساء ورجال التعليم. وبالتالي فهذا هو السياق العام اللي جاء فيه هذا الحفل التكريمي اللي كما قلت تلة من خيرة نساء ورجال التعليم. هي ماشي اختيار بخاطر ما هو لكن بالنسبة للتضامن الجامعي بطبيعة الحال فهو هي جمعية كسائر الجمعيات بطبيعة الحال كيكون الأولوية للمراسلات ومراسلي التضامن الجامعي المغربي. هذه السنة فتحنا شيئا ما حتى على المنخرطات والمنخرطين، وبما أن هذا النشاط تنظم بشكل مشترك مع جمعية المتقاعدين فهم الآخرون اقترحوا أسماء منخرطة في الجمعية. وبالتالي فما أريد أن أوصله هو أن الاحتفاء ما يوقفش عند هذا الحد، هذا غنبقاو سنويين غنكرموا المحايا التقاعد في حينه مع اختيار ثله من المحايين والمحايات التقاعد برسم السنوات الماضيه. وبالتالي هذا كما قلت هذا هو السياق اللي جاء فيه هذا التكريم هذا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.